يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الدعاة يدعو في نهاية محاضراته فيقول: يا الله أقسمت عليك لتفعلن كذا، أقسمت عليك لتنصرن، إلى غير ذلك، فهل هذا الفعل مشروع؟ الأصل أنه مشروع، لكن هو وصل إلى درجة أنه يقسم على الله، وصل باليقين وأنه يقسم على الله، هذا ما أدري عنه، الله أعلم بحاله. نعم.